السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة عن أحد النباتات الممتازة جدا وتقدر تعتبرها البديل الطبيعي للمينوكسيديل في علاج الصلع الوراثي، وهو نبات الروزماري أو في بعض البلدان بيتسمى إكليل الجبل، أو في المغرب والجزائر بيسموه الأزير، لهم واحد، كل المسميات دي هو واحد. المهم احنا هنقول روزماري عشان محدش يفهم حاجة تانية، هو الروزماري، هو الأزير، هو إكليل الجبل، هو برضو ليه مصطلح تاني اسمه حصى اللبان. سيب لكم صورة ليها هنا برضو عشان تبقوا عارفينها، علشان نشرح مع بعض بطريقة علمية وطريقة سليمة الروزماري بيعمل ايه. لازم نشرح الاول الصلع الوراثي ده يا جماعة بيتم ازاي. بصوا، الصلع الوراثي ده بيتم عن طريق فيه هرمون موجود في اجسامنا سواء رجالة او ستات. الهرمون ده اسمه ديهايدرو تستوستيرون، تمام؟ الهرمون ده دوره ايه مع الانسان بمعنى اصح، سواء رجالة او ستات برضو، هو بيحفز الحاجات بتاعت البلوغ، تمام، او مظاهر البلوغ عند الانسان. فلما الهرمون ده الانسان بيبلغ عموما يعني، او الطفل بيبلغ، الهرمون ده يعني ما بيبقاش ليه لازمة قوي، وزيادته في الجسم عن اللازم بتعمل مشاكل. الهرمون ده بيفرز ازاي؟ بيفرز عن طريق هرمون التستوستيرون، بيعدي على انزيم اسمه 5-alpha reductase. الديهايدروتستوستيرون ده يروح على بصيلات الشعر ويقول لها انت قاعدة هنا بتعملي ايه، امشي 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 يا شعرية، غوري من هنا. هو ده اللي بيعمله فعلا، هو بيعمل حاجة اسمها تثبيط للشعر، تثبيط للبصيلات اللي موجودة في فروة الرأس. وعلى العكس تماما الهرمون ده بيعمل الدقن، يعني الهرمون ده لو عندك زيادة في الغالب هيبقى دقنك تقيلة وكثيفة، هو بيأثر في الدقن، لكن بيأثر بالعكس في الشعر. اتكلمنا بنبذة مختصرة عن ازاي بيتم الصلع عشان نعرف ازاي المينوكسيديل او الروزماري او الحاجات دي بتشتغل. طيب الروزماري ده بيشتغل ازاي باختصار؟ هو بيشتغل على محورين او على طريقتين. الطريقة الاولانية، ودي هتلاقوها في نباتات كتير هنتكلم عنها في الفترة اللي جاية كبديل للمينوكسيديل يعني، وهو ان هو بيحفز الدورة الدموية في فروة الراس علشان يمنع التثبيط اللي بيحصل من مادة الديهايدروتستوستيرون اللي موجودة في أجسامنا. هل ده كفاية؟ هل كفاية ان احنا الحاجات اللي بتحفز الدورة الدموية الطرفية او الحاجات اللي بتحفز الدورة الدموية في فروة الراس عموما يعني؟ لا، للأسف مش كفاية. في حاجة بقى هي دي اللي موجودة في الروزماري، وهي دي اللي مخلياه ليه فعالية قوية جدا في علاج الصلع الوراثي، وهي مادة الروزمانول. روزمانول ده نوع من انواع الكحوليات، بس تقلقوش، هو مش كحول ضار، هو كحول نافع او كحول مفيد. يعني الكحول ده هو لما بيجي على البصيلة بتاعت فروة الراس، او هو بيخاطب تحديدا كده، هو مش بيخاطب الديهايدروتستيرون، هو بيخاطب الانزيم اللي هو الفايف الفا ريدكتز اللي بيحول التستوستيرون لديهايدروتستيرون، وبيقول له ستوب، ما تحوليش التستوستيرون لديهايدروتستوستيرون بالكميات الكبيره دي، وقف من فضلك. هو بيقول له كده، بيقول له ما من فضلك ما تصنعليش ديهايدروتستوستيرون بالكميات الكبيره دي، تمام، انا مش محتاجها فوق. تمام. وهقول لكم نستخدم الروزماري ازاي، بس لسه قدام فخليكم معانا. نيجي بقى للروزماري نفسه. روزماري ليه اشكال كتير موجوده في السوق، هقول لكم نستخدمه ازاي. هو هنستخدمه حاجة من التلاتة، تمام؟ يا إما هنستخدمه كمشروب، يا إما هنستخدمه كزيت، يا إما هنستخدمه كلوسيون أو رينز على فروة الراس. وأفضل طريقة من وجهة نظري وهو في الروزماري، وهو إن إحنا نشربه يا جماعة. هو نبتة جميلة جدا، هو مبدئيا الروزماري من فصيلة النعناع، ولكن هو مش لازع زي النعناع، هو يعني طعمه عشبي، بس هنجيبه وهنحط منه شوية في كوباية، وهنحط عليه مية مغلية ونغطيه زي ما احنا متعودين، ونستنى 5 دقايق لما يبرد ونشربه. ممكن نحط معه سكر، ممكن نحط معه عسل، يكون افضل انك تحط معه عسل. ممكن نحط معه ايه تاني؟ ممكن نحط معه نعناع، او نعناع جبلي اللي هو الحبك، لإخواتنا اللي في السعودية عندهم الحبك جميل جدا، ممكن يحطوا حبك عليه. انت مش حابب طعم الروزماري خالص وعايز تضيعه، انا عن نفسي بحطه مع الشاي الاحمر العادي جدا، بحط معاه شوية روزماري،
بحطه مع الشاي الاخضر، بحطه مع النعناع، بحطه مع اليانسون. شاي الروزماري ده هنشربه كم مرة؟ هنشربه على الاقل مرة يوميا، مرة يوميا. طيب هل تأثيره فعال فعلا؟ تأثيره فعال جدا. انا بفضل دايما يا جماعة علاج الشعر مش من بره بس، مش هقعد ارش سبريهات وحاجات على فروة راسي وانا عندي هرمون جوه جسمي بيهاجم البصيلات دي اصلا. حلو ان انا احميها من فوق عن طريق تنشيط دورة دموية، عن طريق ان انا افتح البصيلات، عن طريق ان انا اعمل حاجات كتير جدا، ولكن لازم يبقى فيه علاج داخلي. افضل علاج وامن علاج داخلي ممكن نستخدمه هو ان احنا نشرب الروزماري كمشروب، تمام؟ وزي ما قلت لك هتجيبه وتعمله ازاي. حد هيجي يقول لي طيب عايزين الروزماري فريش ولا مجفف؟ اقول لك طبعا 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 يفضل انه يكون فريش، تمام؟ ولكن لو مش متاح ممكن نستخدم المجفف، ولكن المجفف تأثيره اقل. خلينا واضحين مع بعض، المجفف تأثيره اقل كتير. انا عن نفسي بفضل الفريش. تجيبه كده تقطفه، ريحته جميلة، تحط عليه مية وتشربه، ممتاز. نيجي لتاني طريقة في الروزماري وهي زيت الروزماري. زيت الروزماري ده عليه كلام كتير قوي 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 يا جماعة. في ناس تروح عند العطار وتقول له انا عايزة زيت روزماري، يروح مديها ازازة كده ما شاء الله 100 ملي، يقول لها اتفضلي يا هانم بكام يا عم الحاج؟ 50 جنيه. تفرح قوي وتاخد الزيت وتدهن وبتاعه، وتجي لي بعد شهر تقول لي ايه ده، مفيش حاجة، مفيش نتيجة. ما هو لازم يبقاش في نتيجة. زيت روزماري ايه اللي 100 ملي؟ احنا بتنصب علينا يا جماعه. زيت الروزماري ده من اغلى الزيوت، ده اول حاجه كده، اول الكلام. زيت الروزماري هو مصنف من اسمها الزيوت الاسينشال اويلز او الزيوت العطريه او الزيوت الاساسيه. طيب زيت الروزماري ده هنجيبه ازاي؟ هنجيبه بيبقى في عبوه صغيره كده، بيبقى 25 ملي، 20 ملي، 15 ملي، 10 ملي، تمام؟ وهتلاقوا سعرها بيتراوح ما بين 150 ل 200 جنيه. معلش هو غالي شوي. اللي عايز يستخدمه يعني هو غالي شوي. ليه بقى هو غالي؟ لان هم بيستخدموا كميات كبيرة جدا 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 من الروزماري عشان يعصروها وتديهم القطرتين الزيت دول. طيب زيت الروزماري انا تجربتي الشخصية معاه ايه، وهقول لكم موضوع زيت الروزماري ده لان فيه كسرت الاقاويل فيه جدا. كانوا عملوا تجربة على مجموعتين من الناس، مجموعة منهم استخدمت زيت الروزماري لمدة 6 شهور، ومجموعة تانية استخدمت المينوكسيديل للشعر لإنبات فراغات الشعر لمدة برضو 6 شهور، والنتيجة كانت ان اللي استخدموا زيت الروزماري طلع لهم شعر وقدر ان هو يكثف الشعر بشكل كويس. بس طبعا كانوا بيستخدموا زيت الروزماري اصلي، تمام؟ مش بتاع العطار ابو 50 جنيه، تمام؟ استخدموا زيت الروزماري الاسينشال اويل او الزيت الاساسي. قدر ان هو يطلع لهم شعر بشكل احسن واقوى من المينوكسيديل، وكمان اعراضه الجانبيه اكيد مش زي المينوكسيديل. يعني انت لو ما شفتش حلقه المينوكسيديل لا ارجع لها، سايبها لك هنا في الاي اللي فوق. جربتي انا الشخصيه مع زيت الروزماري تحديدا، تمام؟ كانت ايه؟ كانت ممتازة جدا. انا هقول لكم قصتي مع زيت الروزماري. انا كنت بستخدم المينوكسيديل اللي فيكو عارف في فترة ما، وزهقت منه نظرا لاعراضه الجانبية ومشاكله بالنسبة لي كتير جدا، فقررت ان انا استخدم عشان اتفادى اللي هو بيسموه الانتكاسة المينوكسيديل او تساقط الشعر ما بعد ترك المينوكسيديل. عملت ايه؟ استخدمت حاجات موازية معاه. الحاجات دي كانت هي طبعا كنت بستخدم ديرما رولر وبستخدم حاجات تانية، زيت النعناع برضو حاجات تانية، ولكن استخدمت كان العنصر الرئيسي معايا وهو زيت الروزماري الخام او الاساسي. كان ممتاز جدا معايا يا جماعة. مبدئيا انت اول ما هنحط زيت الروزماري في شعرنا، وهنحط منه ازاي؟ هي بتبقى قطارة كده، تمام؟ احنا بنحط 6 قطرات على فروة راسنا كلها وبندلكه، تمام؟ مبدئيا هو انت مش هتحس او مش هنحس ان احنا حاطين في شعرنا زيت اصلا. ده بنحطه ونسيبه، مش بنحطه ونغسل والكلام ده، لا انت بنحطه ونسيب خلاص. هو بيمتص سريعا في فروة الراس جدا، وزيت اصلا طيار فمش هتلاقيه يقعد كتير. المهم
زيت الروزماري اول ما هنحطه في فروه راسنا هنحس بزي زغزغه كده خفيفه، ونحس ان شعرك ابتدى يتنفس وابتدى كده، عارف ما زرعه تحس ان هي مرويه كويس، هو انت هتحس بكده بالظبط، هتحس ان شعرك كانه زرعه ومرويه كويس. تالت شكل معانا للروزماري او لاستخدام الروزماري وهو اللوسيون او الرينز او البخاخ، وده بيبقى بنعمله ازاي؟ بان احنا بنجيب شويه روزماري كده تمام، وبنحطهم في زي كوبايه او اي وعاء، نحط عليهم صب عليهم ميه دافيه كانك بتعمل روزماري تشربه بس على حاجه حجم كبير شويه، سيبه منقوع في الميه لمده 5-6 ساعات كده، وبعد كده تصفي الميه دي وتحطها في بخاخ ونرش بيه شعرنا بشكل يومي مرتين في اليوم. انا جربت الموضوع ده، جربته وفي ناس جربوه جاب نتيجة، جاب نتيجة بس نتيجة اضعف كتير من الزيت الروزماري الخام والروزماري المشروب. طيب امتى اقولك استخدم اللوسيون ده او نستخدم اللوسيون ده؟ لو احنا بنستخدم حاجات تانية، او ان احنا مثلا بنشرب الروزماري كمشروب وما عندناش الامكانية المادية او الامكانية ان احنا نستخدم زيت الروزماري الخام، فبالتالي احنا ممكن نستخدم بداله الرينز او اللوسيون بتاع الروزماري. ملحوظة مهمة جدا، لو بتعمل الرينز ده سواء بتعمل الرينز او بتستخدمه كمشروب، هات روزماري فريش، روزماري فريش جفف كفاءته اقل. ليه؟ عشان ماده الروزمانول اللي اتكلمنا عنها في اول الفيديو دي، فاكرينها نسيتوا انتوا اللي احنا اتكلمنا عنها في اول الفيديو، ماده الروزمانول. المهم الماده دي بتقل جدا في المجفف، لان هي ماده طياره، كحول طيار، فبتقل جدا مع التجفيف، لان التجفيف ده بيعتمد على ان احنا بنجفف عن طريق الشمس، فالماده دي بتقل جدا في المجفف او في الروزماري المجفف. ملحوظة برضو ثانية لأصدقائي الرجال، ما تخافوش يا جماعة من شرب الروزماري، شرب الروزماري ما بيأثرش على الهرمونات، بل بالعكس هو بيحسن الهرمونات في الجسم، ما بيأثرش على أي حاجة، نبتة طبيعية جميلة جدا، استخدموها ما تخافوش من أي حاجة، ملوش أي أثار جانبية ولا أي أعراض جانبية. ضمن برضو مميزات الروزماري ان هو بيقلل قشرة الشعر وبينظف فروة الراس من اي بكتيريا او اي تلوث فيها او اي حاجة سد المسام. في كمان ميزة جميلة جدا، هو بيحسن لون صبغة الشعر. الناس اللي شعرها اشقر ما تخافش من زيت الروزماري، ما بيغمقش الشعر يا جماعة، بل بالعكس هو بيحسن صبغة الشعر، يعني بيحسن لون الصبغة بتاعتش، يعني لو انت شعرك طبيعي اسود هيبقى اسود اكتر، لو انت شعرك اشقر او بني او اصفر هيبقى اصفر اكتر، يعني على حسب انت ايه. يعني مفيش حاجة في الدنيا ملائكية، مفيش حاجة في الدنيا مفيهاش عيوب. ايه بقى عيوب الروزماري سواء كان زيت او مشروب او لوسيون؟ عيوبه ان هو بينشف الشعر شوية، تمام؟ شوية مش قوي، تمام؟ مش يعني اللي شعره دهني يستخدمه، اللي شعره عادي يستخدمه، اللي شعره جاف يعني ممكن يستخدمه بس بنسب اقل شويه، ويستخدم معاه حاجات مرطبه لانه هينشف الشعر شويه، مش هينشف الشعر قوي، مش زي المينوكسيديل، تمام؟ المينوكسيديل لما بنحط، ما كنا بنحطه لو تفتكروا في الحلقه بتاعت المينوكسيديل اللي انا سايبها لكم هنا وانتم ما رحتوش شفتوها، تمام؟ المينوكسيديل بينشف الشعر جدا، ودي كانت من ضمن الحاجات اللي ازعجتني فيه. فلو هنيجي نقارن نشفان المينوكسيديل بنشفان الروزماري، لا الروزماري لا يذكر، لا يذكر. انا مرتاح معاه جدا، انا اصلا حاطط زيت روزماري قبل ما انزل. العيب التاني ان هو ممنوع على الحوامل والمرضعات، بس كده، متاح لاي حد بقى بعد كده، هو ممنوع بس على الحوامل والمرضعات ومتاح لاي حد تاني. وفي النهايه تقييمي لتجربتي مع الروزماري، هقول لكم تقييمي لكل واحده على حده. تقييمي ليه كمشروب 10 من 10، تقييمي ليه كزيت خام 9 من 10، والواحد من 10 ده واقع عشان سعره غالي عشان السعر بس والله، مش عشان حاجه تانية، عشان سعره وعدم توفره برضو. بالمناسبه زيت الروزماري الخام للي عايز يجيب، انا ارشح له يجيب المستورد بتاع شركه ناو الامريكيه، هسيبه لكم شكله هنا. لو مش هيقدر يجيبه، اي مكان في بلدك بيبيع زيوت اساسية او زيوت خام او essential oils، هي اسمها كده، زيوت اساسية، زيوت خام، essential oils، اي اسم من الاسامي دي، اي مكان بيبيع الزيوت دي في بلدك روح هات منه، وبيبقى زي ما قلت لكم ازازة صغيرة، تمام؟ ازازة صغنونة كده هتلاقوا فيها 20 ملي 25 ملي
10 مللي، حط منه كميه قليله، بنحط منه 6 قطرات بالقطاره كده، 6 قطرات بس، وبندلك فروه الراس. انت تحس ان الشعر ما عليهوش زيت، بس هو هتلاقيه بيتغلغل، ما تقلقش هتحس بتاثيره. وتقييمي لي كلوسيون او رينز هو يعني 8/10 او 7.5/10 في الرينج ده. تاثيره حلو، كويس جدا، تاثيره حلو، ولكن مش بنفس قوه الزيت ومش بنفس قوه المشروب. انا الشخصي برضو من ضمن الحاجات انت لازم لو هتاخده يعني كبديل للمينوكسيديل فعلا بجد هيفيدك جدا، سواء لو انت شخص بيستخدم مينوكسيديل وعايز يبطله هيكون حل مثالي جدا بالنسبة لك عشان الشعر ما يقعش. استخدمه لفترة وممكن تسيبه بعد كده، او استخدمه على مضض، تمام، هيكون برضو حل كويس جدا. ما فيهوش اعراض المينوكسيديل زي القشرة الرخمة بتاعت المينوكسيديل، ان هو بينشف الشعر، المينوكسيديل بينشف الشعر بزيادة، فهتتلافى الاثار الجانبية دي، وحل طبيعي وكويس جدا لو انت عايز تبطل المينوكسيديل. لو انت برضو ما بنستخدمش المينوكسيديل هيكون برضو حل كويس بديل للمينوكسيديل لعلاج الصلع الوراثي. بعتبره افضل حل لعلاج الصلع الوراثي واقوى نبتة لعلاج الصلع الوراثي. بس كده، هي دي كانت المعلومات اللي عندي وتجربتي الكاملة وتجربة ناس اخرين كمان مع زيت الروزماري او الازير او اكليل الجبل. اتمنى تكون الحلقه دي عجبتكم، ولو يعني شويه المعلومات الحلوين دول عجبوكم قولنا لايك من اللايك اللي هنا، واعملوا اشتراك او سبسكرايب من علامه الاشتراك الحمراء اللي موجوده هنا، وفعلوا علامه الجرس علشان توصل لكم فيديوهات تانية كتير. وقريب ان شاء الله احنا هنعمل سلسله كامله عن ازاي نعالج الصلع الوراثي بمنتجات طبيعيه، او نعالج الصلع الوراثي من الطبيعه. شرفت جدا انك شفت الفيديو ده. اشوفكم على خير في حلقة جديدة برنامج الاكسبرمنت. سلام عليكم.